السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ندى وليد، خريجة طب وترجمة القاهرة دفعة 2021، بحضر دبلومة الرقابة الصحية على الأغذية. النهاردة هنتكلم عن الـ RNA Purification. حابة الأول قبل ما نتكلم نشوف إيه الكونتنت بتاعتي. أول حاجة هشوف الانترودكشن. الانترودكشن دي هقول فيها باختصار شديد إيه هو الـ RNA. بعد كده هشوف الـ RNA types المختلفة والفانكشنز بتاعتهم، وعندي السامبل تايبس اللي ممكن استخدمها في البيوريفيكيشن، وايه الـ RNA purification methods اللي انا بستخدمها. بعد كده هشوف ايه اهم النقاط اللي انا ممكن يحصل عندي فيها خلل فلازم اركز فيها وانا بشتغلها. وبعد ما انا خلاص استخرجت الـ RNA هشوف بقى ازاي امنع ان يحصل له degradation. واخر حاجة عندي الـ reference. اول حاجة هتكلم فيها هي الـ introduction. introduction دي هنقول فيها يعني ايه RNA باختصار. RNA هو ribonucleic acid، هو عبارة عن ايه؟ long single stranded chain بتتكون من فوسفيت وريبوز شوجر متحدين معاهم نيتروجين بيزز. نيتروجين بيزز دي عبارة عن ايه؟ ادينين جوانين سيتوزين. واللي بيفرق الـ RNA عن الـ DNA هو اليوراسيل. اليوراسيل اللي بيقابلها في الـ DNA سايمين نيتروجين بيز. RNA purification. total RNA purification بيتضمن extraction purification of total RNA من السامبل عشان استخدمها في الـ gene expression analysis، زي ايه؟ reverse transcriptase quantitative PCR او RNA sequence. تعتمد على ايه بعد RNA purification؟ تعتمد على اول حاجة الـ starting sample. بعد كده بتعتمد على ان هي فيها different protocols. انا لازم اشوف الـ efficiency بتاعت الـ different protocols دي عشان احدد اني طريقة انا ممكن استخدمها، لان انا عندي طبعا كذا طريق. تالت حاجة بتعتمد على ايه؟ ان انا هعمل purification للـ RNA من الـ contamination genomic DNA من السيلولار كومبوننتس التانية. اخر حاجة بقى هشوف ان الـ RNA purification دي بتعمل لي isolation لكل السيلولار RNA من اول الـ intact ribosomal RNA لحد الـ small RNA، عبارة عن micron RNA و transfer RNA و 5S RNA. purified RNA من اي طريقة انا استخدمتها في الـ RNA purification ليهم نفس الاستخدامات، بستخدمه for various applications عبارة عن ايه؟ زي الـ expression analysis، transient transfections، micro injections، وعشان اعمل assess للـ genome editing او RNA localization، بالاضافة للـ RNA structure studies، nucleic acid hybridization، ممكن برضه استخدمه في in vitro translation. بعد كده هنتكلم عن RNA types المختلفة. اول حاجة واهم حاجة عندي messenger RNA، استخدامه ايه؟ for encoding proteins. تاني حاجة transfer RNA، بستخدمه كأدابتور between messenger RNA والأمينو أسيد. ribosomal RNA بستخدمه عشان أكون الribosomes. small nuclear RNA و small nuclear RNA، وعندي micro RNA و small interfering RNA، وعندي non-coding RNA. دي بيبقى في منها نوعين، long non-coding RNA و small non-coding RNA. بعد كده هشوف السامبل تايبس المختلفة اللي انا بستخدمها في البيوريفيكيشن. انا ممكن اعمل RNA purification من ايه؟ ممكن اعملها من cells، ممكن اعملها من viruses، plants، yeast، tissue، blood، liquid samples، bacteria. بعد كده هنتكلم عن RNA purification method. طبعا انا عندي انواع مختلفة منها، فلازم اعرف ايه مميزات وعيوب كل واحدة فيهم عشان اعرف انا هستخدم انهي فيهم. زي ما قلنا في الاول لازم احدد الافيشنسي بتاعتها عشان احدد انا هستخدم انهي واحده فيهم. ايه هي بقى الانواع المختلفه دي؟ organic extraction method، spin column او column chromatography method، magnetic beads method. هنشوف دلوقتي كل واحده فيهم بتستخدم ازاي وايه هي مميزاتها. اول طريقه عندي organic extraction method. organic extraction method دي بستخدم فيها الفينول وكلوروفورم in combination. دي the oldest method كانوا بيستخدموها ومرهقه، بس بستخدمها في larger samples، بس مشكلتها ان هي not easily automated. اهم حاجة فيها الـ incubation times والـ precipitation temperatures، عشان كده انا بستخدم low temperatures عشان احمي الـ RNA من ان هو يحصل له degradation بالـ RNAs. برضو بخلي بالي من ان هو ما يحصلش disruption للـ phases بتاعت الـ process. ده ليه؟ عشان امنع ان هو يحصل contamination من الـ RNA، امنع الـ contamination الـ RNA من الـ DNA والـ proteins. عشان كده لازم يبقى فيه good handling ability في الميثود دي. من اهم مميزاتها بقى ان الفينول كلوروفورم ميثود دي بتخرج لي cleaner RNA، وفي نفس الوقت بيحصل extraction للRNA من كميات صغيرة من السامبلز.
تاني طريقة عندي هي السبين كولوم او كولوم كروماتوجرافي ميثود. السبين كولوم بستخدم فيها سمول سنترفيوج تيوبس تحتوي على سيليكا بيست فلتر كولومز لايت سامبلز تريتد وذ ار ان ايز انهبيتورز والهاي سولت كونسنتريشن ار باسد ثرو ذا سبين كولوم ديورينج سنترفيجيشن، لكن الار ان اي ريمينز باوند تو ذا سيليكا وذين ذا كولوم. هعمل ووشنج تو ريموف الامبيوريتيز والار ان اي بيوريفايد، هعمل له اليوشن من السيليكا يوزنج ووتر. الميثود دي تبقى سامبل كويك بروتوكول، لكن بيحصل فيها كومبليكيشن عن طريق ايه؟ incomplete sample lysis او homogenization او overloaded filters. عندي السبين كولوم دي suitable for small sample، لكن انا لو عايزه اعمل purification larger amounts هستخدم ايه؟ الكولوم كروماتوجرافي using various resins. اخر طريقه هتكلم عنها هي الماجنتيك بيد. ماجنتيك بيد ميثود دي quick sample protocol uses magnetic beads coated with silica or other lichens that bind RNA such as oligo-DT. بستخدمها ليه؟ عشان اعمل isolation messenger RNA molecules with intact poly-A tails. البيتز دي هيحصل لها incubated with cell lysate and RNA inhibitors then anchored in place using a magnetic field while the supernatant is removed. كده انا اتخلصت من supernatant. البيتز دي هعمل لها washing to remove the impurities. بعد كده هعمل resuspending the beads in water to elute that purified RNA. Common concern هتكلم فيها عن inhibiting RNAs. لازم اخلي بالي في كل طرق الـ RNA purification ان ما يحصلش عندي degradation للـ RNA بالـ RNAs enzyme. عشان كده هشتغل في بيئة لازم تكون RNAs free. Wash surfaces والpipettes use RNAs free water عن طريق ان انا هعملها بالـ diacyl pyrocarbonate وهعمل changing للجلاس. ال RNAs دي حاجة مهمة عندي عشان كده أنا بستخدم لها inhibitors، وفي نفس الوقت لازم أعرف إيه conditions اللي أنا ممكن أستخدمها عشان أعمل inactivation لل RNAs such lysis buffers transport media. هستخدمها مع ال RNAs free عشان أعمل maintain لل RNA integrity. تاني حاجة هتكلم عنها ال sample lysis. بيقولي إن ال insufficient lysis means incomplete yield، لكن ال overlay lysis عندي بيعملي degradation لل RNA molecules. lysis efficiency دي بقى انا بظبطها ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل combination لل chemical lysis, enzymatic lysis, physical lysis by heat and mechanical destruction. these parameters have to be well balanced to avoid negative impact on RNA integrity. بعد كده هنتكلم عن الالوشن. الالوشن conditions should be optimized to find the best elution buffer. ليه؟ عشان يبقى عندي long term RNA stability to avoid the interference with subsequent downstream applications. For example, azide can affect quantification by spectrophotometry, EDTA can impact the PCR efficiency, BH can affect enzymatic reactions, and the addition of carrier RNA might impact quantification or oligoprime downstream reactions. Contamination with genomic DNA. Removal of residual genomic DNA من ال RNA preparation دي من الخطوات المهمة. genomic DNA ده بيجي لي منين؟ عن طريق ال interface of organic extractions أو لما هستخدم solid phase RNA purification وحصل لها overloaded. to remove traces of genomic DNA من ال RNA preparation هستخدم DNA's enzyme. avoiding RNA degradation to obtain high quality and intact RNA. RNAs دي enzymes تعمل degradation لل RNA، هي most stable enzymes. احنا هنشوف شوية tips لازم اتتبعها عشان لحد ما اقلل ال degradation ده ان هو يحصل. اول حاجة عندي ودي اهم حاجة، always wear gloves when working. ولو حصل ان انا accidentally touch the skin او contaminated surface لازم اغير الجلافز دي. تاني حاجة use RNAs free plastics زي التيوبس والبايبات تابس، خلاص هي بتبقى استخدامها مرة وبتترمي. if glassware is used وحصل ان الجلاسوير دي الاوتوكلافنج بتاعها not enough هعمل ايه؟ الجلاسوير دي packed for several hours عن temperature فوق 180 درجة مئوية او هعملها reagents. دي بتبقى reagents دي one of the RNA's their products.
تكملة للتبس، لو انا عندي هحضر البفر لازم هستخدم water nuclease free or treated with diethyl بايروكربونات، دي بتبقى nuclease free water. في نفس الوقت الاريا اللي انا بشتغل فيها لازم تكون ايه؟ with low traffic and are away from air vents and research involving body fluids or tissues. دي اللي بتخلي لي ال RNAs يدخل ويعمل contamination. Protect your samples with reagents such as RNA later stabilization solution or store them عند سالب 80 درجة مئوية in the presence of RNAs free buffer. Analysis of RNA integrity. أول طريقة إن أنا هستخدم الأجاروز جيلز. هعمل run لل RNA sample في الأجاروز جيل وهستخدم معاه acidium bromide casting. تاني طريقة هستخدمها Agilent Bioanalyzer. الطريقة دي أنا بستخدمها لل RNA integrity بس في نفس الوقت بتديني good estimation of RNA concentration والpurity في السامبل. تالت طريقة إن أنا بشوف ال RNA purity. ال RNA purity دي أنا بحددها عن طريق إيه؟ إن أنا هعمل measuring ل 260 على 280 وmeasuring تاني ل 260 على 230 using spectrophotometer. لو حصل بقى ان عندي excessive absorbance عند 280 ده indicate the presence of protein، انما لو حصل excessive absorbance عند 230 indicate presence of residual phenol.